عصمتك وبإحسانك إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وقفنا عند شرح الشيخ الجرير رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. كان يتكلم عن الحكم أقسام الحكم العقلي، ويقول إنه تعريف كلمة حكم مطلقا كده سواء كان عقل أو شرع أو كذا إلا استثناء الحكم الشرعي عند خطاب الله تعالى المتعلق بأفعاله. إذا راجع الكلام إلى معرفة الحكم العقلي، تعريف العقلي وتعريف العادي، قلنا إنه أيضا الحكم العادي حكم عقلي أيضا لكنه مستند ليس إلى العقل المجرد زي أنواع الدلالات المنطق، تمام، كلها ترجع إلى العقل لكنه ده عقل مجرد، أما هذا بمراعاة مثلا وضع أو بمراعاة لفظ، لما هذا بالعقل فقط المجرد، فما كان مستند إلى العقل مجردا ثم حكما عقليا، أما إذا كان بإضافة شيء يسمى يعني مثلا حكم عادي لأنه مستند إلى مش إلى العقل وحده وإلى العادة معه، فلأجل هذا كان التقسيم، لكن كله يعتبر أحكام عقلية، يعني مش معناه الحكم العادي ضد الحكم العقلي، لا، ولكن هذا الفرق بينهما أنه هذا مستند إلى العقل المحض المجرد. وتكلمنا عن الحكم الشرعي الذي لا يعلم إلا من جهة الشرع، ولكن مثل الصلوات واجبة، ولأن الحكم ممكن يكون واجب في الأحكام الشرعية في واجب وفي يقابل الواجب ضد الحرام، وبعد كده المندوب المكروه، وبعد كده المباح. صلاة الضحى مثلا ليست واجبة، ليه مثل بالضحى رغم انه عندك هنا الصلاة الخمس انه يذكر الواجب ويذكر المندوب، ولكن وبعدين يجيب لك الحكم العقلي ليه العشرة زوج، السبعة ليست بزوج، الضبان لا يشتغل، كل دي احكام عقلية. لما نأتي الى الاحكام مثلا بعض الناس يقول في احكام اخرى زي الاحكام النحوية، احكام لغوية مستندة الى اللغة، زي مثلا فاعل مرفوع ده حكم والمفعول منصوب مبتدأ مرفوع، دي احكام لغوية، فهل هي من اي قسم من العام؟ عندنا ثلاث حاجات اذا شرعي وعقلي وعادي، فهل دي نسندها الى الشرع الاحكام اللغوية؟ ما نستطيع. هل نسندها الى العقل؟ هي العقل يجوز، افرض مشكلة، افرض كان اسم كان منصوب، ايه المعنى في العقل؟ يبقى هنا ما فيش حل الا ان دي احكام ايضا عادية، انها مستندها الى الوضع، وضع الناس او وضع بخلاف وضع الشارع، ده حيدخل في حكم الايه؟ ما تواضع عليه الناس، يعني او تلقوا اللغة او سمهم داخل في الحكم العادي اللي هو الاحكام اللغوية، خلاص، وسواء كان الحكم عقلي او الحكم عادي اما يكون ضروري يا اما يكون نظر. الضروري ما لا يحتاج الى نظر واستدلال، ده الضروري، اما النظر هو الذي يحتاج الى نظر واستدلال، وكلمة نظر يعني الى النظر، والمراد بالنظر الفكر مش نظر البصر، اعمال الفكر عن الوصول الى مقدمة ونتيجة، مقدمتين ونتيجة عشان يبقى حكم نظري، يعني عاوز استدلال، عاوز دليل، زي ما نحكم مثلا الواحد نص الاثنين، هذا يعني نظري ولا ضروري؟ نظر. انما لما نقول المثال اللي قلناه بتاع الواحد ربع عشر الاربعين، ده نظري، ده لازم نديش كده، لما نقول واحد نص الاثنين ده ضروري، يعني يدرك بالضرورة. لما انت تسمع كثيرا كلمة المعلوم من الدين بالضرورة، ما معنى المعلوم من الدين بالضرورة؟ ما لا يحتاج في اثباته الى دليل، ولا يبالغك احد على دليل، زي مثلا الحج الى الكعبة، جهة القبلة، صلوات خمس، اركان الاسلام، اصبحت معلومة من الدين، يعني معناها لا تناقش، اصبحت امور ضرورية بحكم كونه مسلما يعرف هذه الاحكام الضرورية، واضح؟ قد تكون في البداية ليست ضرورية، لكن قد تكون في أولها مش ضرورية،
لكن باشتهارها وانتشارها واطباق الناس عليها تصبح ايه ضرورية. مش معنى ضروري يعني من البداية، في احكام كانت في البداية نظرية لكن بعد ان اشتهرت واجمع عليها الناس وتناقلها العامة والخاصة وعرفها الصغير والكبير اصبحت ايه ضرورية. وقف على ايه على ذلك. طيب ايه فائدة معرفة الضروري والنظري في الحكم الشرعي؟ قبل ما نروح للعقلي ما الفرق بين يعني لماذا نفرق بين الضروري والنظري في الاحكام الشرعية سواء كانت متعلقة بالعقيدة؟ وكلمة الشرع ده تطلق على كل ما ثبت بطريق الشرع سواء كان يتعلق بالاعتقاد او يتعلق بالايه بالعمل، يعني سواء كان عقائد او فقه. ايه الفرق بكذا؟ انه يعني حيترتب على انكار الضروري الكفر بخلاف النظري لا يترتب عليه الايه الكفر. يبقى النظري في الحكم الشرعي معرفة ما يحصل بانكاره الكفر مما لا يحصل الكفر بانكاره. اذا فالذي يحصل بانكاره الكفر الضروري ولا النظري؟ الضروري. اما النظري لا يحصل بانكاره ايه الكفر. طيب لما نجي هنا نقول الحكم الايه العقلي نسبه الى ايه؟ الى العقل. عاوزين نعرف هنا ايه ما هو العقل؟ ايه العقل؟ حقيقة العقل ده ايه؟ او يعني تعريفه ايه؟ اختلف فيه على طريقتين. الطريقة الاولى الوقف عن الخوض في بيان حقيقته بالحد لعدم الإحاطة بجنسه وفصله. طبعا لما نيجي نعرف بالحد لازم نعرف بالجنس الايه القريب والفصل الايه القريب، يعني جنسه وفصله القريبين. وهذا ليس في استطاعة، لا نستطيع لا نعرف الجنس ولا نستطيع ان نعرف الايه الفصل. فقالوا من اجل هذا الوقف او التوقف عن الخوض في بيان حقيقته بالحد لعدم الإحاطة بجنسه وفصله اللي هم المميزين له، إذ هو من الأمور الغيبية التي لم يخبر بها علام الغيوب سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول فيما من هذا القبيل أو من هذا الشأن ولا تقف ما ليس لك به علم. يا لو عرفنا العقل قلنا قوة للفهم أو للإدراك، كده ما عرفناهوش بجنسه ولم نعرفه به بفصله ايضا، انه كلمة قوة يدخل فيها القوة الشهوية القوة الغضبية القوة النفسانية كل ذي قوة، وهل هي قوة مختلفة ولا قوة متحدة وتختلف بالاعتبارات كلام كثير. فاحسن شيء جماعة اختاروا كده المذهب الاول او الطريق الاول الوقف او الكف عن الخوض في بيان حقيقته لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. القول الثاني انهم خاضوا في تعريفه، ولكن اهل هذه الطريقة اختلفوا فيه على قولين. يبقى الاول لم يتكلموا، قالوا يعني سر لطيفة ربانية او سر رباني او قوة للفهم، لكن ما تكلموش في الحقيقة ولا في التعريف. اما القول الثاني انه اختلفوا على حسين هل هو جوهر ولا هو عرض اللي هم خاضوا فيه واتكلموا فيه. نعم. ما جوهر ايه؟ يا عرض. اما عرض احدهما انه عرض في قول ان العقل ده عرض، وقول ثاني انه جوهر. فمن القائلين بالعرضية مين؟ الامام الاشعر شيخ اهل السنة والجماعة، حيث عرفوه بأنه العلم ببعض الضروريات. يعني إذا كلمة العلم دي والجهل دي أعراض وليست إيه جواهر. تعرف إيه معنى الجوهر ومعنى العرض؟ الجوهر ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره. يبقى إذا لما عرفوه بأنه العلم يبقى معناه هو عرض ولا جوهر؟ عرض. قالوا العلم ببعض الضروريات. تعريف العقل العلم ببعض الضروريات، لما قالوش لي بكل خلاص، لانه في امور اخرى تدرك مش بالعقل، مش بالعقل، باللمس
بالذوق بالحواس الايه الخمس، انما اللي هو ما فيش مستند للحواس الا للعقل اللي هو بعضها وليست كلها، لاجل هذا قالوا بايه ببعض الضروريات، محتجا عليه بان العقل ليس غير العلم. ده احتجاج الامام الاشعري او دليله، قال هو العقل ليس غير العلم لانه ما عندوش عقل ما عندوش ايه علم، يبقى العقل هو الايه العلم. ولو كان العقل غير العلم لجاز انفكاكهما من الجانبين او من احدهما، يعني ينفك هذا عن هذا، وده ايه يستحيل، يستحيل تجيب عالم غير عاقل الا اذا كان عدد من علامة الساعة خلاص كده الامتناع عاقل، لا في عالم مش عاقل ولا في عاقل ما عندوش علم اصلا، يعني اصل العلم يعني اصل العلم يعني عنها الفهم، حتى وان علم انه لا يعلم هذا علم مش احنا قلنا انه الجهل على نوعين، جهل بسيط وجهل ايه مركب. الجهل البسيط ان يجهل الشيء خلاص، ان يجهل. الجهل المركب ان يجهل انه يجهل. اذا الجهل البسيط ده لو تأملت فيه تجد علم، لانه اذا جهل وعرف انه جهل كان يعلم انه جهل ده علم، انما اذا لم يعلم ده جهل ثاني، هو جهل الواقع وجاهل انه جاهل، يبقى جهلين مع بعض. زي ما قال عمار الحكيمي: لو انصف الدهر يوما كنت اركب، لانني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فالجاهل البسيط ده هو في الحقيقة علم، ولذلك ليه قالوا لا أدري نصف العلم؟ ها؟ لأنه عالم عنده علم بأنه لا يدري، فده النصف ده. ولو علم الإنسان أنه لا يعلم، أعلم أني لا أعلم، هي تساوي كلمة إيه؟ أجهل الشيء. هي إيه الفرق بينهم؟ أجهل هذا الشيء وأعلم أني لا أعلم. زي مثلا لما يجي سؤال مثلا يعني إيه؟ لما سئل في سيدنا علي رضي الله عنه: اخبرني عن شيء لا يعلمه الله. خلاص، لا يعلمه الله يعني ايه معنى لا يعلمه الله؟ يعني هذا الشيء ليس متعلق العلم، ان الله بكل شيء عليم، فاذا خرج شيء عن هذه الدائره يبقى هذا ليس من العلم. خلاص، هذا يعني زي لا يعلم ان له ولدا. ما الفرق بين ان الله تعالى لا يعلم ان له ولد، مش كده؟ او يعلم انه ليس له ولد، ده علم، والثاني نفي الايه نفي العلم، لكن تساوي في النتيجه ولا لا؟ نعم. يبقى اذا قلت انا اجهل الشيء واذا قلت انا لا اعلم به، يبقى اذا ايه واحد. يبقى اذا بس طبعا ادبا مع الله تعالى لا نقول يجهل، نقول لا يعلم ان له ولد، لانه كل مجال دي معناه حيسبق شيء، انما علمه تعالى لم يسبق به بجهل، لم يسبق بجهل، فالعلم أزلي. نعم. علم الله يعني قدرة الانكشاف ويتعلق بالواجبات والجهل. عشان كده قلنا لم يسبق بجهل، والعلم يتعلق بما يتعلق به الكلام. بالواجب والجائز، يعني يتعلق بكل شيء، بدليل قوله تعالى: الله بكل شيء عليم. هنا ايه؟ يشمل الواجب والجائز والمستحيل. بخلاف والله على كل شيء قدير، لا ده الممكن ده. مش داخل الـ الـ المستحيل، لأنه لو تعلقت به القدرة لما كان مستحيلا. والواجب لا تتعلق به لأنه هذا تحصيل حاصل، لو تعلقت به وهو موجود. يبقى إذن دائرة التعلق هندخل فيها في الصفات إن شاء الله. يبقى هنا ما فيش انفكاك بين العلم وبين العقل، تمام. لأجل هذا قال الإمام الأشعري إنه العقل هو الإيه هو العلم، بس مش العلم بكل، هو العلم ببعض الضروريات. طب والبعض الآخر مذوقات من الآن بنتركها بحواس إيه أخرى، وممكن بالشم بالشم لو واحد بيشم بالشرع إيش الشرع المدركات لا هو قال ببعض الضروريات. نعم. ما الضروريات دي مش عاوزة شرع ليه بالضرورة دي، الشرع أمور نظرية هتيجي بعد كده. هذا العلم ببعض الضروريات. طب لو المتواتر لو قال ببعض المدركات ممكن، قال ببعض لو ما هو متواتر شرعي ويعتبر ضروري، ما ده بعد العلم به. هذا بعد العلم به، من الضروري مش عاوز بعد ولا قبل. نعم.
محتجا عليه بأن العقل ليس غير العلم، وإلا لجاز إيه انفكاكهما من الجانبين أو من أحدهما، وهو محال لامتناع عاقل لا علم له أصلا وعالم لا عقل له أصلا. إنك من أصلا يعني معناها إيه؟ أصل العلم. فيجب بهذا الطريق أن العقل هو العلم. يبقى إذن هو عرض ولا جوهر؟ عرض. ولا يجوز أن يكون هو العلم بالنظريات. ليه؟ لأن العلم بها مشروط بكمال العقل. هو بيتعرف أصل العقل. أفرض الإنسان علم بالضروريات أو ببعض الضروريات التي تدرك من جهة العقل فهو إيه؟ عاقل أو فهو عالم. طب وإذا علم بالنظريات ده هذا كمال زيادة. لكن هو بيتكلم على إيه؟ على الأصل. وكمال العقل مشروط به، وكمال العقل مشروط به بالعلم، بكمال العلم. يعني كل ما الإنسان يزيد في العلم يبقى زاد في إيه؟ في العقل. وكل ما يزيد في العقل يبقى زاد في الإيه؟ في العلم. فيكون العلم بالنظريات متأخرا عن العقل بمرتبتين، فلا يكون نفسه، فيجب أن يكون العقل هو العلم بالضروريات. واضح؟ ولا يجوز أن يكون العلم بكلها، فإن العاقل قد يفقد بعضها لفقد شروطه، فيجب أن يكون العلم ببعضها وهو المطلوب. يبقى تعريف العقل كده ملخصا كده هو إيه؟ العلم ببعض الضروريات بس، تلخيص تيسيرا يعني، العلم ببعض الضروريات. هكذا إيه رأي الشيخ الإمام الأشعري أن الإيه؟ العقل عبارة إيه؟ عن عرض، وتعريفه أنه هو العلم ببعض الضروريات. فيجب أن كذا لخصه فيما، وذلك أن الإمام فخر الدين الرازي قال بعرض، برضو وافق الرازي وافق الأشعري، قال بإيه؟ بأنه عرض وأنه ليس من العلوم. بس الفرق بين الرازي وبين الأشعري أن الإمام الأشعري قال هو العلم ببعض، أما الرازي قال لك هذا ليس من العلوم. أمال من إيه؟ قال أنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. قال هو غريزة، كلمة غريزة تشبه أن يكون قوة كاملة، تمام؟ إذا وجدت هذه الغريزة يتبعها العلم بالضروريات بس بشرط سلامة الآلات، يعني سلامة الحواس، لأنه لو كان أعمى أو أبكم أو غير سامع يبقى إذن حتتعطل إيه؟ إذن فقط شرط الآلات اللي موصلة للعلم بهذه الضروريات. يبقى إذن ما فيش يعني خلاف بين الأشعري وبين الرازي في أنه عرض، لكن الخلاف في أن هذا قال هو ده مش علم، لكن هي غريزة إذا وجدت يتبعها العلم بشرط إيه؟ سلامة الآلات، الآلات يعني الحواس. وقال أي الفخر الرازي: والنائم لم يزل عقله وإن كان عالما في حالة النوم بشيء من الضروريات لاختلال وقع في الآلات. بيقول لك هو نائم فقد عقله نائم ولا عاقل، خلاص يعني معناها وهو نائم العقل فيه والعلم فيه، لكن اللي حصل اختل ايه الآلة اللي نائم، طبعا تعتبر ايه موجودة الصفة، لكن تعطلت ليه الآلة، مشان هو نائم لا يرى، ما فيش مثلا الرؤية في النوم، ما فيش سماع، تعطلت ليه الحواس او تعطلت الآلات عند النوم. واضح؟ لا. وقال أي الفخر والنائم لم يزل عقله، وكذا الحال في اليقظان الذي لا يستحضر شيئا من العلوم الضرورية لدهشة وردت عليه، قد يكون عاقل أيضا ولكنه إيه يدهش في حالة الذهول، زي حالة الإغماء وزي حالة الإيه
النوم، فظهر أن العقل ليس عبارة عن العلم بالضروريات لا كلها ولا ببعضها. ده كلام مين؟ الرازي. ولا شك أن العاقل إذا كان سالما عن الآفات المتعلقة بالآلات كان مدركا لبعض الضروريات قطعا. وبهذا ظهر لك وجه النظر في كلام السيد، كما عندك كمان كلام السيد الجرياني، وإن العلم قد ينفك عن العقل فلا يتم النفي ولا الملازمة سابقا. يعني هنا خالف الأشعري إنه فيه انفكاك، لأنه شرط إيه؟ سلامة الآلات، خلاص يبقى انفك العقل عن العلم خلاص كده، لأن هذه غريزة وتعتبر إذا لم تكن الآلات سالمة تعتبر إيه؟ معطلة بحكم الإيه؟ المعطلة، لكن القوة موجودة. واضح؟ وعرفه أبو إسحاق الشيرازي. الآن عرفنا تعريف الإمام الأشعري وتعريف الإمام الإيه؟ الرازي. إيه تعريف الأشعري تاني؟ هو العلم ببعض الضروريات. فالإمام الرازي اتفق معه في أنه عرب، ولكنه رفض أنه علم، وما عرفوا به أنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. ثاني كده، غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. أو تعرفينه أبو إسحاق الشيرازي اللي هو الشيخ إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أباد الشيرازي الشافعي، فقيه أصولي، توفي سنة 476 ببغداد، لي كتاب الإيه؟ المهذب في أصول الفقه، ولي كتاب الإيه؟ اللمع. تمام كده. عرف العقل به الشيرازي، قال صفة، برضو هنا كلمة صفة عرض ولا جوهر؟ عرض. قال صفة يميز بها يعني الإنسان يعني الحسن والقبيح. إذا هو العقل هنا تعريف صفة الإنسان يميز بها بين الاثنين، بين ما هو حسن وبين ما هو إيه؟ وهو قبيح. والناس المعتزلة قالوا كده، قالوا إنه التحسين والتقبيح دول ايه؟ عقليين. يبقى هنا صفة يميز بها الانسان بين الايه؟ حسن والقبيح. وفي كلام الشيخ الامام حجة الاسلام الغزالي ان العقل اصطلاحا يقال بالاشتراك بين اربعة معان. كلام الغزالي في تحقيق اكثر، قال هو اصطلاحا يقال بالاشتراك بين أربعة معان. يعني في كلمة تعرف المشترك، ها؟ يعني ايه المشترك ده؟ ده لفظ واحد ولكن في تعدد في المعنى بخلاف المترادف، يبقى أكثر من لفظ ومعنى ايه؟ واحد. زي مثلا في مشترك لفظي إن الله وملائكته يصلون، اللفظ واحد لكن المعنى مختلف، صلاة ربنا غير صلاة الملائكة. والغزالي قال أربع معاني، أحدها أنه الواحد أو المعنى هو مشترك، يعني بين أربعة معاني، أحدها أنه غريزة. عارف كلمة غريزة قالها مين قبل كده؟ الرازي. غريزة يتهيأ بها أو يتهيأ بها لإدراك العلوم النظرية. بس ما اتفقش مع الرازي، لأن الرازي قال ايه؟ غريزة يتبعها العلم ايه؟ بالضروريات. انما هو قال هنا جعلها لإدراك الايه؟ العلوم النظرية. قال اي الغزالي وكأنه نور يقذف في القلب به يستعد لإدراك الأشياء. يعني نور، يعني زي مثلا يوضع في القلب يدرك به الإنسان، يعني يميز به الإدراك، يعني هنا ايه؟ التمييز. ده أول تعريف، غريزة يتهيأ بها لإدراك العلوم النظرية. وقال كده الغزالي في تعريفه نور يقذف في القلب
يستعد لإدراك الأشياء، يستعد به الإنسان لإدراك الأشياء. ثانيها أنه العلوم الضرورية إذا اتفق مع مين دلوقتي؟ مع الأشعري، لكن الأشعري قال بعض. ثالثها تعريف العقل أنه علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال. التعريف الثالث علوم تستفاد به من التجارب بمجاري الأحوال. رابعها انتهاء تلك الغريزة إلى أن تعرف عواقب الأمور. شوف التعريف ده غير الأولاني، بل هو الغريزة نفسها مش هي العقل، انتهاءها لمعرفة التمييز هو ذا العقل. يعني كأن العقل ده هو ايه النتيجة او الثمرة اللي هي ناتجة عن هذه الايه الآلة، كأنه الآلة نفسها ليست هي العقل، زي السكين تذبح بها، لكن عملية الذبح نفسها هي عملية العقل، عملية التمييز نفسها. فالمميز بها بهذه الغريزة او بهذه الآلة، فالتمييز بها هو ما يسمى بالعقل، اما الغريزة نفسها مش هي العقل، فالتمييز بها زي السكين والذبح يعني كأنه آلة. انتهاء تلك الغريزة إلى أن تعرف عواقب الأمور وتقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة وتقهرها. يعني كأن معناها العاقل هو اللي يعرف عاقبة الأمور، يعني اللي ما يبصش تحت رجليه ده مش عاقل، اللي يبص بعيد يعني بعيد النظر، اللي يرتب الأمور ويعرف عواقبها ويستدل على ما يكون بما كان، يعني يقيس ويربط بين الأمور، ويستطيع مثلا بهذا العقل ان يصل الى اشياء مجهوله اللي احنا بنسميها ايه الاستدلال النظري، هو ده العقل. يعني معناه كونه يعني يرتب امور معلومه للوصول الى امر مجهول، ولا يمكن ان يصدر هذا من غير عقل. يعني مثلا تعالى دخلت مكان ومعي انا مفتاح فقط وانت معك مفتاح، ووضعت شيئا ثم خرجت فلم اجد هذا الشيء، فهنعمل ايه؟ هنجيب الامور المعلومه نربطها مع بعض ونصل الى الايه الى امر مجهول. اولا ايه هو المعلوم؟ انه لم يدخل في هذا المكان غيري وغيرك، فاما انا اخذ واما انت. طب انا لم اخذ فلم يبقى الا انت. شوف رتبناها كيف. يجي هو يستدل، ممكن استدلال ثاني اللي يرد الاستدلال الايه الاول. فنرتب أشياء معلومة لنصل إلى شيء إيه؟ مجهول. قال الإمام الغزالي تشبه أن تكون الاسم لغة واستعمالا لتلك الغريزة، وإنما أطلقت على العلوم مجازا من حيث إنها ثمرتها. يعني عاوز يقول العقل ده اسم لتلك الغريزة، طب ما أطلق لي على العلم؟ بل هذا اطلاق مجاز، لان ثمرة هذه الغريزة هي الايه هي هذه العلوم. كما يعرف الشيء بثمرته او يعرف الشيء بثمرته، زي ما تقول كده في تعريفات كثيرة لاهل التصوف واهل الله، يقول لك العلم هو الخشية. كيف العلم هو الخشية؟ قال لك ما هو ده حقيقة العلم حتثمر ايه؟ خشية الله. يبقى ان عرفناه بالثمرة يعني معناها اللي ما عندوش خشية كأنه ما عندوش علم، لكن عنده علم، لكن إذا لم يوصله إلى الخشية. ولذلك ربنا حصر العلماء في الطائفة دي، إنما يخشى الله، أو حصر أهل الخشية في أهل العلم. إنما هنا أسلوب قصرة أو حصر، يخشى الله من عباده إيه؟ العلماء. طب هل غير العلماء ما عندهمش خشية؟ عندهم. أما ليه ذكر؟ قال معناها أنه لا يعرف الخشية على حقيقتها ولا عظمة المولى سبحانه وتعالى إلا من كان عالما به. كيف يقدر الله حق قدره إذا لم يكن عالما بما يجب لله وما يجوز وما يستحق؟ إذا لم يكن يعرف المقام الألوهية كيف يعظم الله وكيف يخشاه؟ فإذا الخشية مرتبطة بالعلم ولا مش مرتبطة؟ مرتبطة، لكن هي مش هي العلم، ده هي ثمرة الإيه؟ العلم. زي الايه المحبة، تمام كده؟ هل الاتباع هو ثمرة المحبة ولا المحبة هي ثمرة الاتباع؟ الاتباع ثمرة المحبة.
يعدلك بعدين تحبون الله ايه فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني معناها لو ممكن يكون الانسان متبع لك ما فيش موجود مش موجودة المحبة تمام كده ممكن يتبع القائد خاف لا يدخل السجن يحول أرنية ذنب يكدره زي ما بيعمل فيتبع الأوامر. هل اتباع الأوامر بيدل على المحبة؟ لا. بجدًا تفسير المحبة بالاتباع زي ما بيقولوا جماعة ده الخطأ. أما الاتباع ده الاتباع ثمرة من ثمرات المحبة وليست هو هي كل ثمرات المحبة لأنه قد يوجد الاتباع مع عدم وجود المحبة وتوجد المحبة مع عدم وجود الاتباع. زي الرجل اللي هو شرب الخمر وجلد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد سب من الصحابة ما علمت إلا أنه يحب الله فلم ينفي الايه المحبة مع عدم وجود الاتباع. عجبان وصحابة قال ايه انه رجل يحب الله بدأ بيسكر في مخالفة ما فيش اتباعه ولكن ما نفاش المحبة. وقد يوجد الاتباع زي عند اهل الجفاء واهل الغلظة كما تعلمون ولا توجد المحبة بل اذا اظهرت المحبة يصفوك بالاتباع رغم ان ربنا شرب الاتباع بالمحبة ولم يشرب المحبة بالاتباع. قل ان كنتم فاتبعوني ولم يقل ان اتبعتوني فاحبه ما قلبش ها وفي جواب للامر وفي جواب للشر واضح. بس خد بالك هنا الدلالة في حاجة اسمه الدلالة في السياق في حاجة اسمه الدلالة الاستقلالية تمام كده. هنا السياق في بتوع الجيولوجيا والطبيعة وطبقات الأرض وكذا كل ما يكتشف فيه يقف على عظمة الله. لكن هل يقف هذا عند هذه الطائفة أو عند هذا النوع من العلم ولا كل العلوم شأنها كذلك؟ لأن العلم في لغة القرآن هو ما يوصلك إلى الله يعني يوقفك على عظمة وقدرة الله في هذا الكون هو ذا العلم في لغة القرآن. هات لي كذا أي آية وذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يقل إيه وقال العلماء وقال الذين أوتوا العلم كيف إذا آتاهم العلم عشان يوصلهم لغيره لو أطلقت كذا ما ينفعش. وقال الذين أوتوا العلم وقال تعالى وما أوتيتم وقال تعالى وأولوا العلم الجيزن كله ده يدل على ايه على ان العلم في لغة القرآن ما يوصلك الى الله سواء كان علوم شرعية سواء كان علوم طبيعية سواء كان كيمياء سواء كان جغرافيا كان تاريخ ما التاريخ عشان نقف على اخبار السابقين ونأخذ نأخذ العبرة ونأخذ الدرس وكل نقص عليك من امام ثبت به ايه فؤادك فده علم ولا مش علم هيثبت وحيخلينا نقف على عظمة الله وقدرته في إهلاكهم ولما خالفوا السنن الكونية ولما كذبوا أنبياءهم فمش شرط هنا ده السياق ده. لكن هل يمكن نستدل كده بها مستدلة ولا مش ممكن؟ يمكن زي مثلا آية والله خلقكم وما تعملون واحد يقول لك لا ده مش مقصود بها السياق يعني معناها ايه ما تعملون يعني الاصنام اللي هم بينحتوها بدليل قال ايه اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون وما تنحتون وما تصنعون لو صحيح لكن افرض هم ما بينحتوش مين اللي خلقهم ومين اللي خلق اعمالهم يعني هل دي وقف على النحت افرض ما بيزرعوا والله خلقكم وما تزرعون افرض بيحرث وما تحرسون افرض بيعلم وما تعلمون دلالة الاستقلالية ثم تحصرش نفسك في النطاق وتقول ده ايه الآية هنا بتتكلم عن كذا ما هو العبرة بيقولوا ايه في أصول فقه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب واضح. لو كان كده مش هينفع الاستدلال بالقرآن في أي حاجة إلا في الموضع اللي وردت فيه اللي جات فيه سياق الآية. لكن ده كده انت هتعطل ايه قاعدة أصولية كبيرة جدا العبرة به بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وكنوا من قائلين بتاريخ القرآن خلاص. في بعض الناس قالوا كده خلاص كده يبقى الأكثرية أكثر أهل السنة إلا من تبع الفلاسفة
أو قال برأيه على أن العقل عرب، ومنهم من قال إنه جوهر. اللي قال إنه جوهر ده تابع مين؟ الحكماء، عرفه بأنه جوهر. لا في شيء ما عرفه بجوهر، ما مش جوهر متحيز، جعلوه من قسم ثاني اللي هو المجردات. في حاجة اسمها ايه؟ جوهر وعرض، وفي مجردات، جعلوه من القسم ده. قالوا انه جوهر مجرد. تمام كده، ان لو قلنا الجوهر اللي هو متحيز ده مش هينفع، ولا هنقطع الانسان ونشرحه عشان نشوف فين العقل، مش هنلقى وحد يسمحنا نصاب بالجنون ومش هنجد ايه مكان. فقالوا جوهر مجرد عشان ما تدورش عليه، غير متعلق بالبدن. تعلق التدبير والتصرف. اما ليه المتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف؟ ده ايه؟ الروح ده. خلاص. وعرفه بعضهم بانه جوهر مجرد عن المادة في ذاته، مقارن لها في فعله، وهو النفس الناطقة التي يشير بها كل احد بقوله انا عند اكثر الحكماء والمعتزلة. وبعضهم بانه جوهر، لا شوف حتى اللي عرفوه بانه جوهر اختلفوا، قالوا جوهر لطيف في البدن انبعث شعاعه فيه كالسراج في البيت. ده كأمثلة دي كلها لتقريب المعنى. وبعضهم قال انه ايه؟ روحاني، يعني جعلوه من قسم الارواح، لا من قسم العقول ولا من قسم المجردات. تدرك به النفس او تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية كما قال الشارح الامام الدرير يعني. والعرب، العرب ده لما عرفنا كلمة جوهر، قال جوهر ايه؟ مجرد، او جوهر ايه؟ مجرد عن المادة، او جوهر لطيف، هم ما فيش مادة وما فيش كثافة. خلاص، ده تعرفه. وبعضهم قال روحاني، وبعضهم اختلف هنا في اللي قالوا عرب، هل هو كيف؟ والله اعلم. كنا قلنا عشان الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اختلفوا في العقل، هل هو جوهر ولا ايه؟ ولا عرب. وقلنا مين اللي قال بالايه؟ بالعربية. وقليل من اهل السنة انهم قالوا جوهر، واتبعوا في ذلك الايه؟ الحكماء اللي هم الثلاث. ولما قالوا جوهر قالوا انه جوهر مجرد، غير متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف. لانه لا يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف هو ايه؟ الروح وليس العقل. ده حتى متعلق بالبدن غير متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف، يعني متعلق بالبدن بس مش تعلق تدبير وتصرف. التدبير والتصرف يعني يدبر الأمور، يتصرف، يقوم، يقعد، إنما ده متعلق مثلا تعلق للثمين، في تعلق تدبير وتصرف، يعني يدبر أمر نفسه. تمام، يتصرف في أعضائه، تحرك يعني. لا، ده التعلق غير تعلق التدبير والتصرف. إذا تعلق التدبير والتصرف ده خاص بإيه؟ بالروح. يبقى العقل تعلق، وتعلق إيه؟ التمييز، يعني يدرك، يميز. إنما التصرف ممكن يتصرف فيما هو حسن وفيما هو قبيح، فيما هو صحيح وفيما هو فاسد. لأجل هذا قالوا غير تعلق التدبير والتصرف. واللي عرفوه بأنه جوهر قالوا جوهر مجرد عن المادة في ذاته، مقارن لها في فعله، وهو النفس الناطقة التي يشير بها كل أحد. والمراد بالنفس الناطقة هنا القوة الناطقة، لأنه زي علم المنطق، سموه علم المنطق، ولا يتعلق باللسان بالنطق، وإنما يتعلق بالقوة التي يكون بها النطق، ولذلك سموه منطق. ولذلك هو علم يعصم الذهن من الخطأ في التفكير، ولا يعصم اللسان من الخطأ في البيان. ده علم النحو، ده بسموه منطق ليه، وهو مش متعلق بالنطق. قال لأنه النطق ده مبني على التمييز، لو انت تمييزك او عقلك فاسد حيبقى نطقك ده هزيان وكلام، لأنه ما فيش ايه؟ ميزان، ما فيش جمرك، ما فيش مراقبة. مين اللي بيراقب يحكم النطق
اللي يكون منطقه صحيح يعني معناها تفكيره ايه صحيح وذلك سموه منطق. وقال يا ايها الناس علمنا ايه منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الايه الفضل المبين. لكن منطق الآية يعني لغة خلاص، والمنطق هنا لانه لولا العقل لما احكم النطق، واللسان عبارة عن بيان عن هذا الميزان، هل هو معيار سليم ولا معيار غير سليم، اللغة والشكل إلى آخره. وبعضهم قال إنه جوهر لطيف في البدن ينبعث لطيف، تمام، لطاف وليس إيه كثافة، له شعاع ينبعث فيه كالسراج في البيت، والحق أنه روحاني يعني أمر روحاني، تمام، تدرك أو تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية كما قال الشارع. والعرض إما كيف وإما إضافة أي نسبة، وإما متى أو أين أو وضع أي هيئة. شوف كم شيء متعلق بالعرض، كيف وإيه نسبة وزمان ومكان وهيئة حاصلة للشيء أو فعل أو انفعال. اللي لازم الطويل الأرض كلهم يليق بالأمس كان متكي بيده غصن فالتوى فهذه عشر مكولات فيه. هنا عندك الطويل ايه ده الكامل باب الأزرق اللون ماشي ماشي. زيد الطويل الأزرق ابن مالك، ما هو ده الاعراب بين هو ده هو ده الاعراب ما عدا زيد اللي هو الجوهر والباقي كله ده ايه اعراب. الاعراب يا اما تكون ايه يا اما يكون كم الاول طويل، ده اخذنا منين كلمه الطويل؟ لانك لما جيت تحسب الطول تحسبه بايه، طوله متر اثنين سنتي كذا ده عدده يعني كم ده الطويل ده كم. الازرق كيف ابن مالك النسبة كمل في بيته في بيته في بيته المكان بالأمس كالمكان والزمان كان متكدا للهيئة أو الوضع أو الهيئة بيده ذا الملك كده غصن لواه الفعل فالتوى الانفعال. هذه الأعراض ثاني يبقى العرب كم حاجة عندك عدهم تسعة الكم الكيف والكيف والنسبة والزمان والمكان والهيئة للوضع والفعل والانفعال والملك والملك هذا وما عداها اسمه الجوهر الى اخر ما هو مذكور. وقد علمت الخلاف في العقل فعلى تفسيري بانه لطيفة ربانية اللي فسر العقل بانه ده موجود في كلام الشيخ ابو حامد الغزالي برضه اللي فسر العقل بانه لطيفة ربانية يكون من قبيل ايه من الجواهر ولا الاعراض؟ من قبيل تعرف لا اي لا هو هل معنى انه مش كثافة بعرف؟ قالوا لطيفة ربانية يبقى هذا الذي قال لطيفة ربانية يكون من قبيل الجواهر. ليه؟ لأنه الجواهر فيها كثيف وفيها لطيف، تمام كده؟ يعني عندك أجسام زي الأجسام الملائكة أجسام لطيفة، والملك ده جوهر ولا عرض؟ جوهر أجسام نورانية. يبقى إذا دي إيه في كلمة كثيف ولطيف تدخل في الجواهر. إنما الفرق بين العرض وبين الجوهر اذا قلت اجسام نقول اجسام لطيفه كيف تقول ده عرض؟ والعرض يقوم بالجسم او يقوم بالجوهر، اما الجسم يقوم بذاته. ولاجل هذا اللي يقول انه لطيفه ربنا يجد من باب الايه الجواهر وليس من باب الايه الاعراض. الا انه في كلمه لطيفه يبقى معناها ايه يدخل فيها ايه الارواح ده لطيفة، تمام كده، لكن ما يقال الجسم، تمام كده، لانه الروح دي تفتكر انه الروح قائمة للجسم زي قيام العرض بالجوهر. لا،
الروح بتنفصل على الجسم وتبقى وحدها فيه تحدث ما تعود فيه، اللي هي جوهر مستقل بذاته، خلقت الأرواح وحدها. بخلاف العرف لا يوجد إلا بوجود اللي يتبع لوجود الجوهر، إنما دي توجد وحدها بدليل خلق الأرواح قبل الأجساد وبدليل نفخ الأرواح في الأجساد. يبقى إذا من الأرواح دي ما نقولش عليها عرف، ولا هتبقى زي العلم وهتبقى بس لطيفة ليست كثيفة زي الأجسام النورانية، ليست إيه يعني ليست بها إيه كثافة. يبقى أجسام لطيفة، بكلمة لطيفة مش معناها عرض، ولكن بتنفي إيه الكثافة. أجسام لطيفة كالأرواح والملائكة، الملائكة أرواح ولا أجسام؟ أجسام ولكنها لطيفة. واضح؟ وعلى أنه بعض العلوم قال فسر بأنه لطيفة هذا من قبيل الإيه الجوهر للعرب، إلا أنه ليس كثيفا يعني ليس كالجسم. والذي فسره بأنه العلم فهذا من قبيل الإيه الأعراض. والصحيح هنا بيقول الشيخ السباعي في الحاشية، بيقول الصحيح ما صدر به الشارع، يعني ما صدر به كلامه لما قال انه هو من قبيل ايه، او ما تكلم الشيخ قال والعقل سر روحاني، تمام كده. وما لنا الا اتباع احمد، يعني احمد الدرير، يعني زي ما الامام مالك، يعني الشيخ بحشي حاشي يعني الدرير، بيقول يعني ما صدر به الشيخ كلام، وما لنا الا اتباع احمد، يعني اتباع رأي الشيخ ليه الدرير عندما قال انه ايه سر روحاني. وهذا الخلاف كله في العقل التكليفي الذي هو مناط التكليف، تمام كده. يبقى اذن هذا الخلاف كله في العقل التكليفي الذي هو مناط التكليف لا فيه. ايه معنى يعني هو مناط التكليف لا فيه؟ يعني هو بيتكلم على العقل اللي هو على اساسه يكون العاقل مكلفا، ولا يتكلم عن العقل نفسه، لانه الخلاف في العقل او في حقيقته لا يترتب عليه اثر، انما الخلاف في العقل الذي به التكليف يترتب عليه اما ان الانسان مكلف او غير مكلف. اذا الخلاف كله بيدور في هذه الايه في هذه القضيه الذي به التكليف، الذي هو مناط التكليف، بمعنى صحة الفطرة ولا بمعنى العلوم المستفادة من كثرة التجربة بمجاري الأحوال. يعني من الجدل إنه علوم مستفادة نظرية ضرورية، نعودين هل يقع به التكليف أو لا؟ واعلم أنه وقع في السؤال، في سؤال ثاني متعلق بأفضلية العقل على الإيه على العلم، وأجاب طب إحنا قلنا العلم هو العقل كده، واللي فرق بينهم في الآراء كلها إيه واضحة عندك على أساس إنه هو غير العلم، تمام؟ والعلم ده إيه نتيجة أو ثمرة. أجاب الجلال السيوطي، الإمام السيوطي طبعا هو يرى إنه العقل غير العلم، أجاب بأن العلم أفضل. ليه؟ لأنه أحد أوصافه تعالى دون العقل. الله تعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل، ولذلك لا يسمى الله تعالى عاقلا، رغم انه العقل يعني تمييز وكذا، مش معناه لما نمشي عن الله تعالى عقل نمشي عن التمييز، لكن ليه لماذا؟ لانه العقل ده في اللغه معناه من العقل، يعني من المنع، تمام كده. واسماء الله تعالى توقيفيه، اذا احنا منعنا المعنى صحيح، لكن لما كان فيه الايه فيه معنى العقل يعني معنى المنع، تمام كده، والله تعالى لا يمنعه شيء، فلا يسمى ايه عاقلا. بعض اهل السنه قال كده، فالمعتزله راح يردين على المعتزله، برضه الله يسمى الله تعالى حكيما، ونفس المعنى ده من حكمه المعنى اللغه، من حكمه الفرس اللي بتمنع عن الايه عن الجموح وعن الشبح. فليه هنا جوزت دي وجوزت وصفه بالحكيم وهو نفس المعنى، ومنعت وصفه بالعقل؟ قال لأن هذا ورد به الإذن وهذا لم يرد، بل منع رجع إلى الإيه إلى الشرع ولم يرجع إلى الإيه إلى نفس العقل. والله تعالى وصف نفسه بالعلم ولم يصف نفسه بالعقل، ولذلك هنا لا
قيل هنا في ما ذكر الإمام الشوبي علم العليم وعقل العاقل اختلف من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف، فالعلم قال أنا الذي، والعقل قال أنا الرحمن ذي عرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال له أين الله في تنزيله اتصف، فبان العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. يبقى هنا ايه عبد الأبيات صح، علم العليم وعقل العاقل اختلف من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف، فالعلم ها كمل له شفيقه فاضين الدعم مش عاوز اتخاف كمل لك من كلامي بجوه، فالعلم قال انا حد غايته، والعقل قال انا الرحمن لي عرف، فافصح العلم افصاحا وقال له بأينا الله في تنزيله اتصفا، فبان بأينا الله في تنزيله اتصفا، فبان للعقل ان العلم سيد، فقبل العقل رأس العلم. وبقى انت خد بالك يعني بيها يعني حوار لفظي، انما هو الحقيقة هل يوجد عقل بغير علم ولا علم بغير عقل، الا الناحية الغريزة اصلا اللي هم فسروها الانفكاك فيها اللي هو الكلام من الله. وانت خبير انه الحوار ده اللي هو بين العقل والعلم اللي هو الحوار الافتراضي ده هذا في صفة الحادث، العلم الحادث والعقل، العقل حادث والعلم حادث، وليس لنا مجال في الكلام عن العلم القديم ممنوع خلاص، وهذا كله في صفة الايه الحادث. فاذا تأملت تجد العقل افضل اذ العلم لا يتحصل الا بواسطة العقل، رغم الحوار اللي قال ده كله والعلم في تنزيله اتصف، لكن ده ما فيش مجال، الرد بسيط جدا. لما اتصف الله تعالى بالعلم، بالعلم الحادث ام بالعلم القديم؟ اذا الحوار ده باطل من اساس ملوش لازم. يبقى مين الافضل؟ العقل. ليه؟ لانه لا يمكن يحصل العلم الا بواسطته. اما الحوار ده خدع، لانه علم الله قديم، ما ينفعش الكلام ده خالص نهائيا. العقل ده حادث كده، الا اذا قال ان هذا العلم حادث، ما ينفعش اذا بطل الكلام اتصف الله في تنزيله بالعلم الحادث ولا العلم القديم. خلاص كده يبقى كل ده ايه باب الخدعة الادبية. هو السوق نقل ما هو اللي عن شديد الكلام، هم الان دلوقتي هو خدعك بالالفاظ وفرحت انت قلت الله، فاتضح ان الكلام ملوش اساس. ليه؟ لانه العلم هنا المفاضلة بينهما في الحادث مع الحادث، ولكن اذا كان اتصف الله في تنزيله بالعلم ولم يتصف بالعقل، فبان فضل قبل العقل رأس العلم. يعني ضحك عليه، احنا بنتكلم هنا في الحادث بنتكلم في القديم، القديم ما فيش مفاضل ولا فيش كلام فيه. يبقى رجع الكلام الى انه مين الافضل رغم الكلام الذي قيل، العقل ام العلم؟ لان العلم لا يتحصل الا بواسطة العقل. يبقى الكلام في القديم لا شأن لنا به. فاذا تأملت تجد العقل افضل اذ العلم لا يتحصل الا بواسطة العقل. واضح؟ ولذلك قال هذا الكلام جاء على اصل ده، ما وهب الله لامرئ هبة خيرا من عقله ومن اجله. يعني افضل ما وهبه الله تعالى للانسان هو الايه؟ العقل. والعقل خمسة انواع. خلاص سيبنا من الكلام اللي هو في حقيقته هو جوهره عرض. خلاص اول شيء العقل الغريزي، وهو في كل آدمي مؤمن وكافر، كل إنسان بحسب فطرته أو بحسب خلقته التي خلقه الله تعالى عليها ركب الله فيه إيه؟ عقل غريزي زي الشهوة بالضبط زي النفس. والثاني كسبي، يبقى العقل الغريزي اللي هو الأساس،
لو لم يوجد الغريز لا يوجد الكسب. هي طبعا انها مراتب، يعني معناها عندك عقل. اذا نميت واكتسبت تجارب ومهارات وخبرات اضفت ايه نوع ثاني من العقل اسمه ليه الكسبي. لكن لو مش موجود الغريزة ما يجيش الكسبي. ولذلك قال الواحد من الحكماء يقول لابنه ايه تعالى عشان يكتسب يعني مهارات. هو كان شغال في ايه في الطب، بس الطب بتاع الحرفي اللي هو بتاع الاعشاب والناس مش الطب التخصص. فياخذوا معاه في لما يعالج مريض يقول له شوفني عشان تتعلم. فراح دخل على مريض فوجدوا ايه في حالة يعني عياء او كذا. فطبعا كان الاطباء زمان والى الان يعني يعرف المرض بالاعراض التي تظهر، يعني حاجات تظهر في العين في الانتفاخ في الخدين في البطن، يعرف نوع المرض العرضي. فلما نظر اليه ووجد الاعراض عرف السبب، يعني ممكن يكون في نوع معين من المأكولات او المشروبات يعني جاب ضد الايه يعني كان المفروض يمتنع منه فزاد الايه المرض. فقال له لعلك اكلت ايه دجاج. وفعلا يعني بالتجربة مش علم غيب ولا يعني. فقال نعم. قال لا تعد تأكل فإنه يضرك. فالولد مع ايه مع ابوه. المرة الثانية دخلوا على مريض اخر فقال له لعلك اكلت رمان او نوع من الفاكهة. قال نعم. الولد استغرب. المرة الاولى صدق، المرة الثانية إذا كيف عرف. فبيسأل بعد ما خرج من عند الورد كيف عرف؟ قال انا بالفراسة كده النظر دخلت وجد الريش بتاع الدجاج في المكان كده فعرف انه اكيد مهم. والمرة الثانية وجد قشر الرمان فاستدل بالاثر على ايه يعني وجد اثار فبعدين لما الاب كبر السن وكذا ترك الايه الابن يمارس. فدخل على بعض المرضى فوجد يعني في حاله شديده من المرض فقال له لعلك اكلت لحم حمار. فالمريض شكم قلت من الذي يعني جعلك في الطب ومن اللي انت كده انت الايه اللي كذا. رد عليه الوصف بمثل ما قال. فأبوه يعاتبه كيف تقول هل هناك آدمي يأكل لحم حمار؟ كيف استنتجت هذه النتيجة؟ قال دخلت الدار فوجدت البردعة ولم أجد الحمار. شوف القياس يعني يلقى الملك المصوبة على دار الحمار ولم يجد الحمار، يبقى معناها يذبح الحمار. شوف الاستنتاج الحميري البهيد. فقال له كلمة هي الشاهدة يعني. قال يا بني لا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع. يعني لا ينفع العلم الكسب ده إذا لم يكن الاستعداد الغريزي موجود والتأثير. يعني إذا لم يكن الإنسان عنده القوة اللي يدرك بها والأهلية عن الاستعداد لا ينفع فيه الاكتساب، لأنه حيبلغ وخبر زي ما حصلنا. لا ينفع مسموع يعني معناها الكسب ده اذا لم يكن مطبوع، يعني الفطر الوهمي. اذا عندك حاجتين في كسبي وشيء ايه غريب. يا ريت انا اقول له نقطه الكسبي مش هندرك. الاول نوع اسمه ايه الغريزي، والثاني اسمه ايه الكسبي. الكسب ما يكتسبه الإنسان من معاشرة العقلاء، وهذا يحصل للكافر والمؤمن ولكل الناس. يجي واحد يقول كل إحنا الكفار دولا إذا أخذوا بأسباب القوانين وضع حيسبق المسلمين من سنن، ولن تجد لسنة الله تدريب. فمش معناها إنه إحنا راجعين لفضل، لا راجعين لأنهم مارسوا واكتسبوا وإحنا لم نمارس. الجنة عالة هم اللي يكتسبوا وإحنا نأخذ الثمرة والنتيجة، يعني نأخذ المتعة. إذا كما استنزفوا كل شيء وأخذوا كل شيء لأنهم شغلوا إيه الناحية الثانية، وإحنا عندنا أصلا لكن إحنا عقبلناها. لذلك لما تيجي في آيات القرآن ينفي العقل عن الكفار، مش بينفي عنهم الغريزة وإلا حيسقط التكليف. ده ينفع عنهم الثاني ده الكسب، يعني معناها ربنا أعطاهم الآلة ولم يكتسبوا بها، أعطاهم السمع ولم يسمعوا به، فكأنهم لا سمع لهم.
اذا نفى الله عنه السمع لا ينفع عنه الاصل الا مش هيبقى فيه تكليف، انما بينفع عنه ايه الثمره، يعني معناها هم ما سمعوش بها الكشف. تمام كده. الثالث عطائي، يبقى الاول غريب والثاني كذبي والثالث عطائي. ده يعني ايه ده؟ قال لك هذا ده يعني نوع فضل من خيط التوفيق، ده عطائي، يعني معناها لا هو غريزي ولا هو كذبي ولكنه عطائي. ما عقل مين ده؟ قال عقل المؤمن الذي اهتدى به الى الايمان، ده عطائي. لما ربنا يعطي الانسان عقل ويهديه الى الخير او الى طريق الله سبحانه وتعالى، ده عطاء مش قوة. الاول ميز الكافر بين الحق والباطل، كل الناس يميز لهم ده اساس التكليف، ويميز بين الخطأ والصواب، ويعرف الهدى من الضلال. اما الكون يسلك طريق الهدى فعلا، ده التوفيق. ده وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك واحد كان اسمه بنيامين كلداني، ديفيد بنيامين كلداني، اللي هو سمى نفسه عبد احد داود، اللي هو كان من كبار القساوسة ذات الغرب واصله ايراني. فبيقولوا له ايه ما السبب لما اعتنق الاسلام بعد رحلة طويلة في اللاهوت؟ قال السبب الوحيد كده لاعتناق الاسلام هو الهداية الالهية. التي، شوف كده العبارة اللي تم، التي لولاها لكان ممكنا ان تقودني جميع ابحاثي وعلومي الى الضلال. يعني ممكن لولا التوفيق من الله، نفس العلم ده اللي هو طريق الهداية حيكون طريق ليه؟ اما اللي خلى هنا كده وهنا كده الهداية. قبل الهداية على نوعين، هداية الدلالة دي للكل خلاص زي قلناها، دي هداية الايه اللي فيها التوفيق وفيها المعونة. يبقى قال كان ممكنا ان كل الابحاث دي توصلني الى نتيجة عكسية. كده العبارة بتاعتي. يبقى الاول غريب، هو زي يقول في أن في الهداية دي الأولى غير الهداية الثانية، بدليل قوله تعالى إيه إنك لا تهدي من أحببت. هيتكلم عن الهداية تحت الدلالة، بدليل قوله تعالى إنك لا تهدي، إذا في تعارض مع القرآن في آية السورة إنك لا تهدي، مش نفي نظلام تأكيدنا، إنك لا تهدي مش لا تهدي، إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. القرآن يقول أنت بتهدي، جاء في الآية يقول إنك لا تهدي. الجديد إيه غير الأولى، هذه دلالة للكل، والله يدعو إلى اللي الدعوة يعني والبيان والتمييز بين طريق الحق وطريق الباطل، دي إيه أثبتها القرآن الكريم. لما إيه اللي نفاها؟ اللي هداية التوفيق اللي خاصة مين؟ لأهل الإيمان. نوضحها بس بعد ما نخلص عشان توضيح حيجر الموضوع ثاني. إذا الثالث إيه؟ أنت عندك حاجة كثيرة على الصوت، على درس درس خصوصا بـ500 جنيه ساعة. إذا الأول غريزي والثاني إيه؟ كذبي والثالث عطاء، اللي هو واحد يعني. وهو عقل المؤمن الذي اهتدى به إلى الإيمان. طب والرابع حاجة أعلى شوية، عقل الزهاد. ايه طب الفرق بين ده وبين ده؟ امن والثاني ايه خد من الدنيا بقدر ما يكفيه، لان العقل بتاعه قال له لا انت ده مش هتشيل كل حاجة معك، انت خد اغلى حاجة وادخرها. كان واحد بيسأل حاتم الصم ده كان ايه تلميذ لايه لشقيق البلخي 30 سنة، مش عارف ولا كان كل اقول تعلمت ايه مني 30 سنة، قال له 8 حاجات، قال لا ضاع عمري هذا وضاع سدى 30 سنة ما تتعلمش غير سنة، قال له هي 8. فلما ذكرها له، مش هقدر اقولها لك كلها مرة ثانية، قال بعد ما سمع منه 8 قال نظرت في التوراة والانجيل والقرآن فلم اجد علما في غير ما ذكرت. ده انت عرفت كل حاجة على كده، فجاب اصول الاشياء
فمن ضمن ما قال له ان العاقل اذا كان عنده شيء نفيس وغالي يعمل ايه؟ يحفظه. تمام؟ ويحافظ عليه. مهما حافظ الانسان على الشيء يا اما الشيء حيفقد منه اما هو ايه حيموت حيتركه. يبقى معناها حفظته بالاخر ضاع برضه. قال فاذا وجدت شيئا ثمينا حفظته عند الله مش عندنا ما عندكم ينفذ. اذا ده عاقل ولا مش عاقل؟ اللي هو مش عاقل هيحفظ عنده في الخزينه قبل ما يموت كثير الخزينه او تسرق وخلاص ما فيش حفظ. يبقى انه حفظه للضياع. انما برح عملية انفقه وادخر عند الله يبقى فعلا الذنب باقي كل اللي عندك نفذ. هو ذا العقل. بدا عقل الزهاد اعلى شوية. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. طيب الانسان اذا احب شيئا قال هو ومحبوبه الى القبر. طيب عاوز حاجة احبها ما اي تحب شيء امرأة حتموت عند القبر حتسيبه. مال حتموت عند القبر حتسيبه. عاوز حاجة احبها بس ما سيبهاش في القبر بالعمل الصالح والطاعة. ده مش حيسيبك ده. قال فجعلت محبوبي الحسنات. بدل ما احب امرأة ولا بيت ولا قصر ولا منصب خليت الحب في الحاجة اللي ما تفرش اللي هي تبقى معاي جوا وبره ومش في صالح. فجعلت محبوبي من الايه. وهكذا قال نظرت في الثمانية فلم اجد علما في غير ما ذكرت. قالوا دي اراء احفظها. ونقع مرة ثانية شاء الله تكلم ونقول لك الايه الثمانية بتوع شقيق البلقي مع مين؟ مع حاتم أصلا. بعد كده ايه عقل قلنا كم نوع؟ أربعة. غريز وكذب وعطائي والزهاد. بعد كده قال لك عقل شرفي يعني به شرف الله سيدنا محمد على جميع لأنه أشرف العقول. خلاص كده؟ أشرف العقول. طيب لما قالوا العقل هنا لما عرفوه لما تجد عند الإمام الغزالي كلمة العقل سر. إيه كلمة سر يعني؟ ها؟ نور يعني معناها أمر سر من أسرار زي الروح سر. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب روحان نسبة إلى إيه؟ إلى الروح. ليه؟ لأنه من عالم الأرواح لأنه هو مرتبط بالروح مش بالجسم. تمام كده؟ فهو لا يدرك في من عالم الملكوت. وليس المراد انه آل ما عرفش سنة من الكلام هو ايه مش حن. ولذلك طبعا لما تيجي في الروح برضو تعريفه ايه اللي هو وقف عنده آل السنة شيء استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه او لم يطلع عليه احد من خلقه فلا يجوز لعباده البحث ايه عنه. جو بعد كده جماعة ثاني او منتشار بجماعة ثاني قالوا ايه قالوا انه العقل ده وعندك تاني كلمة تاني النفس وهي تاني الفاظ دي لا العقل والنفس والروح ثلاثة دول. قالوا هذه ايه متحدة بالرأي متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار. فمن حق الثلاثة العقل والنفس والروح قالوا دولة متحدة بالذات ولكنها مختلفة بالاعتبار يعني من حيث التمييز هي هو الشيء من حيث انك تميز اسمه ايه عقل ومن حيث تدبير الجسد اسمه ايه روح ومن حيث الشهوة والغضب نفس يعني هي كلام بعض المحققين حياتي شرط حياتي تفصيل. المهم هي قالوا الثلاثه دول متحده عند اثار كلام مين ده كلام الشيخ الغزالي كلام الغزالي المتحده بايه بالذات مختلفه بالاعتبار. نرجع لكلام الشيخ قال العقل ايه سر روحاني اللي هو الشيخ السباعي قال وما لنا الا اتباع كلام الشيخ. العقل سر روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية. ايه معنى الضروري والنظري؟ الضروري ما لا يتوقف على نظر ولا استدلال. باب النظري هو الذي يتوقف. ففين محل العقل؟ القلب ولا الرأس الدماغ يعني؟ قالت محله القلب.
حل القلوب لتصريح القرآن قلوب يعقلون ونوره في الدماغ. يعني لو قطعت الرأس انت خلاص ما اصبح ما فيش حاجة. النور هنا في الدماغ يعني الشغل هنا. لكن الاساس زي الدينامو اللي بيشغل المصباح. شوف الضوء هنا لكن فين المسوء او فين الكهرباء مكان ثاني. خلاص يبقى العقل فين في القلب محله ونوره فين ابتداء منين ها تعريف الشيخ نفسه الدردرة يقول لك ما قال كده سر روحاني تدرك به النفس ها العلوم الضرورية والنظرية. فإن الضرورة والنظرية محل فين القلب. قال القرآن وما يد لهم قلوب يعقلون بها. طب مال الدماغ والواحد يفكر يهز رأسه كده قال لك ده النور هنا يعني وابتداؤه ابتداء من ابتداؤه مش كماله ابتداء من حين نفخ الروح في الجنين. ابتداء العقل من حين نفخ الروح واول الكمال لايه لمراحل برضه اول كماله عند الايه البلوغ ونهايه كماله عند الربيع. اول ابتداء العقل من حين نفخ الروح واول كمال يعني الكمال ما يجيش العقل يكمل مره واحده على مراحل. وذلك عندما يبلغ سن الاربعين يبقى خلاص اكتمل العقل. بعد الاربعين ينزل تاني اول كماله عند البلوغ. اول كماله وذلك يكون عند التكليف ليس عند ابتداء العقل ولكن عند اول كمال العقل عند البلوغ. لان الانس يكلف ايه عند البلوغ اما الجن يكلف ايه بولادته. اول ما تولد مكلف عندوش الكلام ده. اول ما تولد على طول هو جنين مكلف بيه. يبقى ابتداؤه من حين ايه نفخ الروح. هي معنى ابتداؤه يعني الغريزة. مش قلنا هي الغريزة ها الغريزة دي مركوزة موجودة من اول نفخ الروح. زي تجد عند الطفل الصغير عنده عقل لا لكن ايه معنى عنده عقل عنده اصل العقل بمعنى انه يترك يعني لو مثلا وجد حفره ما يمشيش فيها لكن ايه ده هنا ايه بدايه العقل. لو اديت له تمره واديت له جمره اذا اتلدع اول مره خلاص ما يجيش عندها عبر نهائيا. كيف لو ما فيش عقل اصلا يبقى معناها كل مره هنسكت. انما بعد كده خلاص ميز عرف الناس يمكن في المره الاولى ما عرفش ايه انما في خلاص حتى لو حاجة شكلها بعد كده مش ايه روح سيدة ده مركوز في الايه في الفطر. وقد يكون البهائم برضو مشتركة في ده بدليل الحمار لو جبته في نار ما يمشيش فيها هو حمار مع ذلك ما مشاش. انما يمكن بني ادم يقول لا ده يمكن دي تكون انا طلع احمر من الحمار في الحالة دي. الحمار ما رضيش يعدي في النار او في الماء لكن بني ادم ممكن يسول له جداء ايه ده اللي هو ايه اول بدايته. طب واول كماله يعني اول مبادئ كماله عند البلوغ. طب كيف نعرف هذا؟ قال لانه عندما يبلغ الطفل ايه اللي يحدث في البلوغ؟ قوة تحدث للنفس يخرج بها الشخص من حال الى حال عندما يبلغ. يعني خرج من حال الطفولية الى حال الرجولة. تحول هنا ايه وهنا ايه تغير الادراك تماما غير لما كان ادراكه طفل. بعد التمييز اصبح له ايه ادراك فيكلف عند الايه البلوغ. ولذا كان التكليف بالبلوغ هذا هو الصحيح الذي عليه مالك والشافعي رضي الله تعالى عنه. انا عايز اقول هذا هو تعريف العقل كما عليه الامام مالك كما هو رأي الامام مالك وكما هو رأي الامام الشافعي انه سر روحاني تدرك بين الاخر التعريف وان بدايته من ايه من نفخ الروح في الجنين. شوف كلمة من نفخ الروح ده دليل على انه الروح والعقل والنفس حاجة واحدة. كلمة من نفخ ما قالش اول بدايته من نفخ العقل ده من نفخ الروح ده العقل والنفس حاجة واحدة وما اختلف بالايه بالاعتبار. طب اول كماله
عند البلوغ ونهاية الكمال عند سن الايه؟ عند سن الأربعين. يعني هو يعني مش يعني عاوز اقول لك برضه دي مش نهايه الكمال، يعني انت برضه فتحت لي ده بمعنى زي ما نقول يعني التمام اللي هو في الغالب، ممكن بعد الأربعين الانسان يكتسب معارف وينمي عقله ويكتسب خبرات جديده من ناحيه الكسب، من ناحيه الكسب. لكن استواء العقل زي ما في قوله تعالى ولما بلغ اشده ايه استوى، لفئه واستوى، مش استواء الجسم هنا، استواء النضج والفكر، اصبح التفكير ناضجا سليما بحيث لا يكون فيه نقص كما هو شأن غيره. ولذلك ما بعث النبي الا على رأس الايه؟ الأربعين. طب ليه هو 30 ما كان في كمال عقله صلى الله عليه وسلم 35 مش هو اللي جاب الحجر؟ لكن ده مخرج المعتاد للناس، هذا يكون في انسان يدرك ويفهم 15 سنه او 20 سنه احسن من اللي عنده 40 سنه او 50 سنه، بدليل قول تعالى واتيناه الحكم صبيا. لكن تكلم على الايه؟ الغالب. انما كونه يكون في واحد او في اثنين او في امراه اعقل من 30 راجل ده موضوع ثاني، او في طفل مميز. يعني انت عارف ان كان في مجال في الصحابه كان في اطفال وفي سن اقل ومع ذلك كان يفهم اشياء كبار، منهم سيدنا عبد الله ومنهم سيدنا عبد الله بن عباس، فتح عليهم بفهم. يعني ده معناه ايه؟ مش بس مش الكل، مش في الغالب واحد او اثنين، انا بتكلم عن الايه؟ عن الغالب. كون يجي واحد يفهم شيء، يا واحد مثلا كان في مجلس معاويه او في مجلس مش عارفين الحكام، ظل يتكلم من هو اكبر او اتم منك، قالوا لو كان كذلك ما كانش الهدهد تكلم في حضرة سليمان، والهدهد قال أحط بما لم تحط به. يعني حجيب لك شيء انت مش وجئتك من سبب. واذا كان الامر بالسن فيوجد في مجلسنا هذا من هو اولى بالامر منك، تنحى انت وقد شوف الحجة. واللي قالت ايه؟ سن صغير ومع ذلك حجة خاطئة، ولم يتكلم معها الامير او غيره، بس لقطه سؤال. لكن هل ده في غالب الناس ولا في افراد قليله جدا؟ ما بلاش قاعده دي لا يقاس عليه، لكن نتكلم على ما هو عام. قالوا بعد كده النبوة بعدها قال سيدنا موسى كان هنا خلاص جات له بدليل، قال رب في كلام هنا في النبوة في الدعوة بخلاف سيدنا موسى، الأمر هنا مختلف بين هذا جمال بلد المرحلة هذا لم يبلغ، لكن كان عنده علم ولا ما كانش عنده، كان عنده فقه ولا ما كانش فيه. وقيل هو مراد من قال هو لطيفة ربانية تدرك بها النفس، وقيل هو قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء، فتعريف العقل قوة للنفس، وهي طبعا من حيث الغضب والشهوة نفس، من حيث التدبير والتصرف روح، من حيث اكتساب الآراء أي الاعتقادات. وقيل هو من قبيل العلوم، قال القاضي برضه رجع للرأي الأولاني اللي قلناه عن الإمام الأشعري، وبعض العلوم النظرية، وهو العلم بوجوب الواجبات واستحقاق. شوف رجع فينا ذلك ليه قال بعض العلوم الضرورية وجوب الواجب واستحالة المستحيل وجواز الجائز ومجاري العادات. شوف لحد هنا شوف كده واجب وجائز وايه مستحيل. ولذلك الامام الباقلاني قال ايه عن معرفه الدول، لو انت عرفت ما يجب لله تعالى وما يستحيل وما يجوز ومثل ذا لرسله خلاص، وعرفت بعد كده ما يتلقى عن السمع، قال فاحفظها، يعني ما يجب وما يستحيل وما يجوز، قال فإنها هي العقل، يريد ايه؟ اي هي العلم،
وان هو العلم ببعض الضروريات. فقال لو انك كنت على علم بما هو واجب وما هو مستحيل وما هو جائز بالنسبة لله ولرسله فأنت عالم أي عاقل، لأنه إيه فائدة العقل وأنت لا تعرف ما هو الواجب وما هو الجائز وما هو، إذا معناها كأنك لست بعقل، مش معناها نفي أصل العقل. الثمرة، الثمرة قلنا إذا انتفت الثمرة، مثلا نقول علم ليس معه خشية، يبقى يعني زي كأنه مش علم، لأنه ما معنى علم من غير خشية؟ زي ما كان واحد زمان يقول لنا كده، يقول لنا يعني من باب الأمثلة كده، يقول الثلاثة أفضل أو ثلاثة خير من ثلاثة، ثلاثة خير من ثلاثة، يقول لك والستة لا خير فيها، يقول لك مثلا إيه، جسد جسد صحيح لا صلاة معه، المرض خير منه ولا خير في المرض، بس منها وامرأة يقول لك ايه ومال مال لا زكاة معه، الفقر خير منه والفقر لا خير فيه، وامرأة شريرة العزوبة خير منها والعزوبة لا خير فيها. فثلاثة افضل من ثلاثة وستة ما فيهاش خير، يعني بس من ناحية المقارنة. فكأنه اذا لم يكن هناك ثمرة للعلم لأنك تعرف الواجب كأنه انتفى العلم، وإذا انتفى العلم إذا انتفى العقل الذي هو سببه، وإذا قال لك احفظ هذه الثلاثة فإن معرفتها هي العقل، يعني هي العلم، يعني هي ثمرة العلم الذي هو نتيجة الايه العقل. نعم المراد القاضي من الباقلاني، لا القاضي الباقلاني القاضي التمهيد في كتاب التمهيد، القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني في كتابه التمهيد، والكتاب الثاني اللي هو اسمه إيه؟ الإنصاف، الإنصاف وفي ذي الإنصاف إنصاف الإعجاز. ما الفرق بين النظر والاستدلال؟ النظر هو إعمال الفكر، يعني ترتيب مقدمات معلومة للوصول الى ايه امر مجهول، هذا هو النظر، معناه ترتيب معلومات، مش النظر يعني معناه تنظر كده تبص، لا مش هتعرف، هتقعد باص كده مش هتفهم شيء، انما ترتب زي قوله تعالى والامر اليك فانظري، مش معنى انظري يعني بتصين ما شايفاه، فانظري ماذا تأمرين، النظر هنا معناه اعمال الفكر، كيف تعمل فكر، يعني ترتب مقدمات معلومة للايه للوصول الى ايه الى امر مجهول او نتيجة مجهول، هذا هو النظر، تعريف النظر. خلاص الاستدلال يعني معناها الوصول، يعني شوف النظر ده ترتب تمام كده، طريقة الاستدلال يا اما هتجيب الدليل اللي هو الشيء اللي هتستدل به تصل الى النتيجة، يعني العملية نفسها التي تصل بها هي طريقة في الاستدلال، لان الاستدلال ده على ايه على كام نوع، في استدلال مباشر في استدلال ايه غير مباشر، الاستدلال المباشر على نوعين والاستدلال الغير مباشر على ثلاث انواع، القياس والتمثيل والاستقراء، دول ثلاثة في ايه غير المباشر تمام كده. اما المباشر مثلا افرض جبنا النقيض، اذا اثبتنا العكس الاستدلال على النقيض بنفي نقيضه، على اثباته بنفي نقيضه او على نفيه باثبات نقيضه، هذا اسمه استدلال ايه مباشر، لذلك لما يدخل في احكام التناقض اللي احنا بنتكلم في المنطق. اما اللي غير مباشر ده يبقى عندك قياس واستقراء وتمثيل، دي عملية الاستدلال، لكن هي عبارة عن ايه ترتيب. فهل يكون الاستدلال بلا نظر؟ هل يكون النظر من غير استدلال؟ لا، لانه الوصول الى مجهول تصديقي مش تصوري، انت بتجيب مفردات تصورية عشان تصل الى حكم، ده الاستدلال، الاستدلال معناها الحكم، الوصول الى الحكم، وقد يكون ايه صوابا وقد يكون خطأ، خلاص مش في قياس لا مش في قياس خطأ، في قياس صحيح وفي استدلال خطأ وفي استدلال صحيح،
فعندك تقابل القضايا، تقابل بين قضيتين بالإيجاب والسلب، التقابل ده استدلال مباشر، تقابل القضايا. وعندك بعد كده ايه النوع الثاني اللي هو غير مباشر، ثلاثة ايه انواع. لو شرحنا منطق نشرح ان شاء الله الفرق بين الاستدلال وبين النظر. يعني انت حترتب ثم بهذا الترتيب تصل الى الاستدلال، اما بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة. الاستدلال المباشر نوعين، الاستدلال غير المباشر ثلاثة. تمام كده؟ عندك تقابل القضايا، تقابل حيث أربع، عندك التناقض، وعندك بعد كده إيه؟ الاستدلال غير المباشر، الاستقراء والتمثيل والإنشاء. لأنه إذا كان من جزئي، تمام كده؟ عندك إما من جزئي إلى كلي، أو من كلي إلى جزئي، أو التتبع. التتبع ده الجزئيات حتى تصل إلى حكم يشمل الغالب، مش شرط يشمل الكل، ويسمى هذا الاستقراء. زي ما انت بتستقر، يعني مثلا حتعرف مثلا مستوى الطلاب، كيف تعرفه؟ تجيب خمسة ستة كده عينات وتسأل ذات مسألة، مثلا تقول له مستوى الطلاب عالي، لكن هل ده اسمه استقراء تام ولا ناقص؟ ناقص. ما جبتش كل الطلبة وجبت كل مستواهم، زي نتائج الامتحانات، ده استقراء ناقص. لأنه ليه استقراء ناقص؟ أنا جبت لهم ثلاث أسئلة، لكن المقرر كله في كام سؤال؟ في أكثر من 100 سؤال. فكانت تحكم على الطلبة ثلاث أسئلة ده استقراء ناقص، عشان تعرف إنه ماشي في العلوم أو في الجيولوجيا أو في الكيمياء، لازم تسأل كل الأسئلة عشان ده استقراء تام. ومعنى كده مش هنخلص، هناخد في الطالب الواحد سنتين. فلا بد من الاستقراء الناقص، لا يمكن نصل الى ايه؟ الى شيء. باقي كام؟ لما نخلص ده نخلص فقط ده. وعلى هذا تفسير لقول من قال هو العلم، وعلى هذين القولين هو من قبيل العرب، لا محالة اي لا تحول ولا انفكاك عن كونها ثلاثة. ايه هي الثلاثة اللي لا محالة؟ الواجب، ها؟ مستحيل. هي الاحكام العقلية، الوجوب والجاز، يعني ما في لا ينفك، لا يمكن يكون اربعة ولا يمكن تقل ولا تنقص، يعني هي بعينها لا غيرها. خلاص؟ اذا احنا حنقف على حسب مجال الاسئلة الان، حنقف على ايه؟ الاحكام نفسها اللي هي الوجوب والايه؟ والجواز والاستحالة والجواز، يعني ان شاء الله الدرس القادم حيكون في الوجوب. ايه الواجب؟ وايه تعريف الايه؟ المستحيل، وايه تعريف الجواز؟ مجرد ولا ما فيش تركيب، يعني مجرد زي الارواح، مجرد يعني مجرد عن المادة. تمام؟ اما المركب ده لازم يكون مادة، يعني معناها جوهرين، جوهر وجوهر. اما المجرد ما فيش تركيب. النور ده جوهر يعني مجرد ولا مركب؟ وهو مركب من اشياء، في شعاع، في ذرة، في جسم، في ضوء، في تركيبة، في طاقة، في ضوء. التركيب ولا التركيب؟ بعض قال لا ما فيش، ده مجرد. إذا أثبتت التركيب إذا حتثبت الإيه؟ الجسمية أو الجوهرية. وإذا نفيت التركيب حتثبت الإيه؟ حيثبت مجرد. التجريد ده معناه ما فيه التركيب. المادة اللي هو كل ما يشغل الحي أو كل ما هو جسم فهو مادة، كل ما هو شغل حي بصفة كفاية فهو ده مادة. أما اللطيف اللي هو المجرد ليس جماد، لكن في الجيش الجسمية لأنه في تأليف في تأليف ودليل الملائكة أكثر والروح لطيف وشوفة كأنها لطيف نورانية. لا
زارت الشبهات ولم نستطع استفاده منها الا معناه كده اوقعناه في الشك والسبب لان قلنا له هو انظر عندما ادى الى الكفر او الى الشك فهو طالب تحكيم لكن كنت جاي في الدرس بتاع الشباب يعني هو معناها مش هيتوقف النظر لا على عقله ولا على شر ده قال كده لانه ينظر لفطرته بحسب ما وضع الله في زي انت ما توكل الله فيك البشر سواء بقول لك يجب عليك انك تنظر في الطريق وانت ماشي او عقلك قال لك هل انت تستطيع ان تسير بدون ان تعمل البصر هل يتوقف هذا على دليل عقل ولا دليل شرعي فاذا النظر هو موجود فسواء حرموه او ما حرموش هو بفطرته او بحكم انه انسان او بعقله لا بد ان ينظر فليس متوقف عاده ولا شرعا لا على دليل شرعي ولا على شرعي هو موجود قول بتحريم نظر قول مردود ليس ده آيات القرآن كلها بتدعو إلى النظر إنما هو ما هو ممكن يكون النظر اللي هو النظر في الشبه إحنا لما نقول لك ننظر تنظر في الشبه ولا تنظر في الدليل إذا كان هناك شبهة بنمنعك من النظر إنما ننظر للدليل اللي هو الدليل غير الشبهة الدليل ده أمر يعني هيوصلك إلى عقل أو إلى علم مش هيوصلك إلى شك